لازم يكون في ذكريات ليك مع ايمن اشرف، ومش هسيبك غير ما تقول لنا حاجه عن ايمن اشرف. والله كابتن ايمن ده جميل يعني، هو يعني طلع طلع الاسرار. كانت مميزه اكتر حاجه كانت مميزه ايمن واحنا صغيرين. يعني مش عايز يعني مش عايز افضحه جامد، بس دي حاجه بسيطه خالص يعني. هو ايمن دايما كان بيمشي وهو نايم. بيمشي وهو نايم. يا ابني اهدى يا ابني يا ابني، انت مليان اصابات، اهدى. هو الموضوع ده ما حدش يعرفه كتير. بس هو يعني ايمن كان على طول يطلع من الاستراحه، انت طبعا عارف النادي كويس. طبعا مدينه نصر. فمن الاستراحه لحد البوابه الخلفيه النادي بياخد الحته دي كده، ايه ماشي وهو رايح نايم. واحنا بنروح نجيبه يا ايمن استهدى بالله، فهو يقول يعني بيتخانق معانا، يعني بتشدوني ليه؟ عايزين تودوني فين؟ بتلحقوه بسرعه. سرير بس. بتلحقوه بسرعه من على البوابه الخلفيه. يعني هو هي دي يعني اهم حاجه كان ايمن بيعملها، ان هو على طول بيمشي وهو نايم. يوم تلاقيه داخل المطبخ وهو نايم، مش عارف رايح فين. ويكلمك وهو نايم. فدي كانت، بس الحمد لله تعالج الفتره اللي فاتت، وابتدى هو زي ما انت شايف يعني يتحسن شويه. اخيرا يا كابتن سعد، مبادره طيبه اطلقتها، تحدي الخير، ما شاء الله جاب مردود كبير في ظل الظروف اللي احنا يعني موجودين فيها خلال الفتره دي.